السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ماتر لاب عاملة شغل جميل جدا، إن أنت بتاخد الماس من الريفت وتبدأ تكون التقسيمات بتاعتك زي ما أنت عايز. طيب خلينا نشوف القصة دي هتتم إزاي. خلينا نفتح برنامج الريفت أدنس، هلاقي هنا ماتر لاب عاملة يونيتايز، هدوس عليه ولاقي ظهر معايا بالشكل دوت وبيقول لي ماس سيلكت، فاقول له انا عايز اضيف ماس اهو، اد ماس. فاحنا كده ضفنا الماس بالشكل دوت. طيب هقول له بقى ايه، تعالى هنا، بيقول لي الاستوديو هيبقى كام في المية والبيدروم كام في المية، تقدر تغير النسب دي زي ما انت عايز. فلور تو فلور هاي الارتفاع هيبقى قد ايه، خلينا مثلا نقول له 3.5. البيدروم وتقدر تغير الفلور يونت لاي اوت بالشكل ده. ده بيجيب لي بقى التوتال اريا قد ايه، الهاي قد ايه. طيب هقول له بقى كرييت يونت، فيبدا يعمل لي اليونت بالشكل ده. طيب ممكن اقول له ايه، انا عايز الماس دي برضو تعمل لي كرييت يونت بتاعتها. طيب يبدأ هو يعملهم لي ويجيب لي الشكل دوت، بيقول لي نسبة قد ايه استوديو ونسبة قد ايه بدروم ونسبة قد ايه وهكذا. وبعد كده خلاص كده اتعملوا. ممكن نعمل حتى سكادول بالمعلومات اللي موجودة فيهم دي كلها جينيريك موديل، فنعمل سكادول بالجينيريك موديل، ده الاليفيشن ده الهاي وهكذا. فممكن لو احنا حابين ندخل على الاسكادول وهقول له اعمل لي جينيريك موديل، وهقول له اوكي. وتبدا بقى تشوف ايه الحاجات اللي بالنسبه لك مهمه. طبعا الفوليوم اهم حاجه، الموقع مش هيفيدك. اليونت تايب مهمه، الاومني كلاس لا، واقول له اوكي. فيبدا بقى يعمل لي السكادول بالثواني اهوت. هتلاقي طيب الاستوديو كور، فنقدر نظبط الجدول من خلال المعلومات ديت، وتقدر تعمل لها اكسبورت تصدرها لملف جيسون.